أهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في ظلال الحصة 24 من حصص اللغة العربية للثامن في مسلسل التعلم عن بعد في رحاب المدرسة الفلسطينية، فكونوا معي معا لنستذكر ما فاتنا. أجب، ضع كلمة نعم أو كلمة لا أمام ما يلي. تأتي الهمزة بداية الكلمة وصلا، مثل اكتب نعم، وقد تبدأ الكلمة بهمزة قط مثل قولنا إله، وكذلك قد تتوسط الهمزة الكلمة مثل كأس جميل. قد تأتي الهمزة في آخر الكلمة مثل شاطئ فتكتب على سطر لا، إنها تكتب على ذلك على ياء. أيها الأعزاء انتبهوا، ماذا عن الألف؟ ماذا لو جاءت الألف في طرف الأفعال في العربية؟ وماذا لو جاءت في طرف الأفعال الثلاثية؟ وماذا لو جاءت في طرف الأفعال غير الثلاثية؟ كيف تكتب الألف في طرف الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية على ذلك؟ فانتبهوا إلى تفاصيل أوفى في رفقة الأمثلة الآتية والجدول التالي. الألف في نهاية الأفعال. إلى هذا الجدول العظيم المتكون من هذه العناوين التالية: الأمثلة، الفعل، زمنه، ألفه، أصل ألفه، تكتب. فلنمسك بالمثال الأول حتى لا يهرب منا. دعا عمر إلى العمل للآخرة. أين الفعل المطلوب؟ إنه الملون بالأحمر، إنه دعا. ما زمنه؟ ماض. ما بال ألفه؟ جاء الثالثة. ما أصل الألف؟ الواو، بدليل مضارعه يدعو. لذلك تكتب الألف في طرف دعا ممدودة أو قائمة. إلى المثال الثاني: نجوت من النار بالخير. أين الفعل المطلوب؟ إنه نجا، هذا الملون بالأحمر. نجا من نجوت. ما زمنه؟ ماض. ما بال ألفه؟ جاء الثالثة. ما أصل هذه الألف؟ الواو، بدليل أننا نقول ينجو. جميل، تكتب الألف في نجا على ذلك ممدودة. قضى القاضي بالحق في الناس. أين الفعل المطلوب؟ إنه قضى، هذا الملون بالأحمر. ما زمنه؟ ماض. ما بال ألفه؟ جاء الثالثة. ما أصل الألف؟ أصل الألف ليس الواو، إنما أصل الألف الياء، لأننا نقول يقضي، فقضى أصل الألف في قضى على ذلك الياء بالنظر إلى مضارعه يقضي. لذلك تكتب الألف في طرف قضى ماذا؟ لينة، أي تشبه الياء. استلقى المريض على ظهره. أين الفعل المطلوب؟ إنه استلقى. ما زمنه؟ ماض. ما بال ألفه؟ غير ثالثة. جميل، فاستلقى هذا الفعل ليس ثلاثيا، لم يتكون من ثلاثة أحرف، إنما تكون من ستة أحرف. لذلك تكتب الألف طرف استلقى ماذا؟ تكتب لينة. إلى المثال الأخير: استحيا المسلم من ربه. أين الفعل المطلوب؟ إنه استحيا، هذا الملون بالأحمر. ما زمنه؟ ماض. ما بال ألفه؟ غير ثالثة. لكننا لم نكتب الألف في طرف استحيا لينة مثل استلقى، ذلك لأن هذه الألف سبقت بالياء، فأصل ألف سنقول ألفه سبقت بياء. لذلك تكتب الألف في طرف استحيا هذا الماضي غير الثلاثي على ذلك قائمة ممدودة. شكرا لكم. إلى القاعدة: الألف في طرف الأفعال أو الألف في نهاية الأفعال. تكتب الألف ممدودة في نهاية الفعل الثلاثي الواوي مثل دعا، وكذلك في نهاية الفعل غير الثلاثي الذي تقع فيه الياء قبلها مثل استحيا. وقد تكتب الألف لينة في نهاية الفعل الثلاثي اليائي مثل قضى، وكذلك في نهاية الفعل غير الثلاثي مثل استلقى. جميل، أجب بنفسك بالجدول عما يلي: علل كتابة الألفات المتطرفة بصورها في الأفعال التالية: رجا، مشى، استرخى، استحيا. فإلى الجدول التالي.
أترككم برفقته. أخيرا إلى اللقاء.